محافظة مسندم غرد على تويتر قائلا: نشكر خط الدفاع الأول في مواجهة كوفيد-19 ونعتب على وزارة الصحة في اعتماد شهادة فحص فيروس كورونا بمبلغ 6 ريال عماني بموجب التعميم الصادر من الوزارة، مثقلين كاهل المواطن فهو يدفع مبلغ للفحص ومبلغ لاعتماد الفحص. كونوا عونا لنا، فمبدأ حكومتنا الرحمة فوق القانون، لذا تفضلا نرجو التراجع عن هذا التعميم كما وصفه المجهد. هذا عن التغريدة وعدد من التعليقات حولها وعدد من التغريدات من أبناء محافظة مسندم. نعم، أبدو استياءهم من هذا القرار. حديثنا في هذه المحطة طبعا بعد أن أصدرت المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة واعتمد أيضا في 6 ديسمبر الحالي قرار اعتماد شهادة فحص فيروس كورونا 19 إلكترونيا، والذي شكل أيضا تكلفة مالية إضافية على المواطن لخصوصية محافظة مسندم أيضا، ويعني وجهة نظر الأهالي هناك حول هذه التكلفة التي أضيفت إلى سعر أيضا الفحص. ينضم معنا إذا صاحب هذه التغريدة على تويتر الفاضل خالد الشحي. أبو أحمد مساء الخير. مسي عليك بالخير أخوي محمد وعلى أسرة قناة وصال الرائعين، ونشكركم على تفاعلكم مع قضايا المجتمع وإيصال صوت المواطن للجهات المختصة. لكم جزيل الشكر والتقدير أخوي محمد. الله يحفظك خالد، وأكيد يعني المنبر لكم الاستماع لهذا القضية. طبعا واضح بأن هناك يعني عبء مالي واجتماعي أيضا من خلال حديثك، واطلعت على أكثر من تغريدة لأهلنا في محافظة سندم. نستمع لوجهة نظركم حول هذا يعني الاعتماد وهذا القرار أيضا أخوي خالد. جزاك الله خير أخوي محمد. بداية يعني نشكر وزارة الصحة وخط الدفاع الأول على جهودهم صراحة في جائحة كورونا. بداية كان طبعا احنا من شهر 3 إلى الآن، إلى قبل أسبوع يعني شبه مغلقين، الحدود مغلقة، الطيران العماني رحلتين أو 3 رحلات في اليوم، الآن بدأ الحمد لله رب العالمين تستمر رحلات العبارة لها. طبعا صعب أننا نمشي في العبارة لأنها مخصصة للأخوة العسكريين بحكم عملهم في المحافظة. الطيران العسكري كذلك أصبح ما ينقل المدنيين، أصبح ينقل العسكريين. فتحت شوية فرجة الجائحة هذه الحمد لله رب العالمين، نسأل الله تعالى الشفاء. إذا فتحت الحدود وكانوا الأخوة في وزارة الصحة يأخذوا على الفحص في مستشفى خاصة ب 45 ريال عماني. بعد ذلك جاءت مستشفى أستر الخاص بفحص 19 ريال عماني. ناهيك عن عدم النظام في أثناء الفحص. هم مخصص لهم مركز يعني قاعتين مكتبين في مركز اللياقة بدائر الصحية هنا في خصب. لا نظام حقيقة، النساء خلط مع الـ مع الـ مع الرجال. تقريبا أنا أجريت الفحص بتاريخ 25، كان رقمي 125 مع أني جيت في تمام الساعة 9 لهم. زين زحمة يا أخوي محمد بشكل ما يتصور. تقبلنا هذا الوضع على أساس أنه إن شاء الله تعالى ستخفض هذا المبالغ، ويعني يكون هناك أكثر تنظيم وأكثر يعني تنظيم في هذا الجانب. الآن ننصدم حقيقة بأنه الاعتماد الرقمي هو اعتماد يعني مش حبر، اعتماد رقمي، ختم رقمي إلكتروني لنتيجة الفحص بمبلغ 26 ريال عماني. نتيجة الفحص 19 ريال، 6 ريالات هناك للختم. اللي ما يعرف يستخرج الفحص يمشي إلى مكتب سند ويدفع ريال ونص أخرى حتى يستخرج هذه نتيجة الفحص ويذهب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. الآن أنا أركز على ذهابنا لدولة الإمارات العربية المتحدة، مش لغرض السياحة، مش لغرض يعني إنه غير جو، لا، لأغراض العلاج أكثر شيء، لأغراض يعني نشتري الأغراض الضرورية مثل مواد البناء، مواد صحية وغيره من هناك، المرور من
من حصب الى مسقط الى مناطق السلطنة عبر هذا المنفذ الوحيد البري. وما العلم اخوي محمد انه يجرى لنا ايضا فحص قبل لا ندخل الامارات في مركز دولة الامارات مركز الدارة، فحص مجاني القادمين الاخوة العمانيين القادمين الى دولة الامارات، فحص مجاني بالمجان يعني. اذا مكثت 4 ايام يجرى لك فحص قيمته 5 ريال و500 بيسة في دولة الامارات العربية المتحدة. احنا من بكامل التكاليف بكامل التكاليف بكامل التكاليف باعتماد وبغير وكل شيء 5500. احنا يعني الحاجة الضرورية والملحة نمشي من الصباح ونرجع المساء، العصر تصلنا في 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 خصر او في ولايات خصر. الان الوضع هذا الوضع، الوضع الاجتماعي هناك عندنا اخوة مواطنين خاصة في ولاية درعا مواطنين متزوجين من دولة الإمارات، هو امتداد اجتماعي لو بينه وبين دولة الإمارات الشقيقة، حتى يعني أخوات عندنا متزوجات من مواطنين هنا، وبحكم يعني هم عمانيين لهم عمل وظيفة في ولاية مسندم، يتطلب كل يوم تفحص. يعني الشخص واحد 25 ريال تمشي من دبا أو من خصب أو من بقا إلى دولة الإمارات وترجع، إذا تبغي كل يوم ترجع تنتقل من مكان عملك إلى مكان إقامتك، وهذا العدد ليس بقليل غير الموظفين اللي يعني اللي من خصر أو من ولاية مسندم يتوظفوا في دولة الإمارات أو في حتى في السلطنة، لكن يعني المعبر الوحيد اللي هو منفذ الدارة. طيب أخي خالد يعني نشكرك على هذه التفاصيل التوضيحية أيضا. يعني البعض يراها في التغريدة بأنها 6 ريال عماني، إيش اللي يفرق هذا المبلغ لو احتسبنا عدد الأسرة والذهاب والإياب أيضا الخروج والدخول من السلطنة؟ صحيح أخي، خاصة أن حكومتنا الحمد يعني تنظر بعين الرحمة لأبنائها، وهي هو تسهيل فقط. يعني إذا كان الآن إحنا نعلم يعني الفحص هذا مكلف نوعا ما، فنستمر عليه وعلى أمل أنه أيضا يخفض عنا أيضا. زين الآن تأتي 6 ريالات هذه باعتماد رقمي يعني غير مكلف أبدا أبدا، فما يعني وين المشكلة وخلوه لنا يعني حتى لو مبلغ رمزي يقول ريال واحد أو حتى مجانا لأبناء المحافظة، كون المحافظة يعني مثل ما ذكرت سابقا أنها شبه معزولة، وهي فعلا شبه معزولة أخوي محمد. هذا طبعا لو تحدثنا أخي خالد جغرافيا يعني بحكم الأمور الجغرافية، ولكن أكيد بأن هي في قلب عمان محافظة مسندم، ويعني إن شاء الله أن النواقص ما تكون موجودة يعني في ظل وجود الجائحة، ونشاهد أيضا استمرار الإمدادات المستمر للمحافظة، وهذا ظروف فرضتها علينا الجائحة في كل العالم. فقط يعني نصنف هذا المسمى يعني، ولكن لا نرضى أن تكون مسندم معزولة عن قلب عمان مهما كان في الأول والأخير. أخي نعم أخوي محمد، هي معزولة جغرافيا لكن إحنا في قلب حكومتنا وفي عيونهم صراحة حقيقة. وأذكر حتى مقالة من قالها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه عندما زار محافظة مسندم في 2012، قال مقولة يعني هي الآن نتغنى بها، عندما قال له أحد المواطنين هنا من الخصب قالوا أنتم في قلب أبنائكم في خصب، فرد عليه صاحب الجلالة قالوا أنتم في سويداء القلب، فهذا يعني أنتم في سويداء القلب، وهذا فعلا ما ترجمته صراحة اهتمام الحكومة بهذه المنطقة الجغرافية. ما نقول يعني معزولة، نقول شبه معزولة عن الحكم الجغرافية طبعا فقط، ما غير وظروف الجائحة تبقى مسندة فخر لكل عماني. أخي خالد حتى أخي محمد بذكر شيء يعني في ظل الجائحة أغلقت مناطق كثيرة، إلا أنه وجهات الطيران العماني ما زالت مستمرة لم تنقطع أبدا بين المحافظة وبين مناطق مسقط. نعم. وفي النهاية يعني أستاذ خالد، هذه القرارات التي نتمنى أن تكون مدروسة أيضا بحكمة وقياس أبعادها أخرى الاجتماعية والسياسية وإلى آخره، هي لا تؤثر على يعني هذا المبدأ الثابت والراسخ. هنا رسالتك أستاذ خالد للجهات المعنية حول هذا القرار باسم أهلنا في محافظة مسندم، ولمن توجه هذه الرسالة؟ وإحنا بنتابع أيضا مع الجهات المعنية. أشكر زكما. هو طبعا شوف التغريدة جاءت عتاب، وعتاب محب دائما يعني،
ورسالة نوصلها لأخواننا المعنيين في وزارة الصحة وغيرهم، أنه ينظروا عند القرارات يجب أن يكون هناك تخطيط من بعد نظر، وينظروا إلى الجانب المادي والجانب الاجتماعي، إلى حال المواطن هذا والمعنوي أيضا، والمعنوي في الأول والمعنوي أيضا. حكومتنا غنية يعني أن تكون يعني تثقل كاهل المواطن بهكذا يعني أسعار أنا أشوف ما منها فائدة غير أن تخلق فجوة وهوة بيننا وبين الحكومة، وإحنا واثقين حقيقة وكلنا ثقة بإخواننا في المعنيين في وزارة الصحة بأنهم يخففوا عنا قيمة الفحص ويلغوا هذا القرار اللي هو قرار الاعتماد بمبلغ 6 ريال، وإحنا معهم دائما ونشيد بجهودهم ونشيد بإنجازاتهم، ولهم منا جزيل الشكر والتقدير مرة أخرى أخي محمد. شكرا جزيلا أخي خالد. الآن أوجه السؤال من صوتك إلى وزارة الصحة، ختم ب6 ريال عماني، فهمونا وخبرونا إيش القيمة المضافة من هذا المبلغ، ولماذا رصد هذا المبلغ، وماذا عن دراسة أبعاد أيضا أخرى وخصوصيات المناطق والمحافظات أيضا في مثل هذه القرارات. ننتظر الرد من وزارة الصحة. شكرا لك أخي خالد وكل التحايا لكم. شكرا جزيلا.